يقولوا عليه مات، لم يمت، لم يمت. شباب رائع، شباب بيحب الوطن، شباب ظن ان هو بيلعب على الفيسبوك وليس له قيمة. اما اللي اظهروا هذا الشباب وما كانوا يعلموا احد ان هذا الشباب هم الامل، والله ما نمتلك كنز في مصر قد هؤلاء الشباب، والله يقولوا ما يقولوا على مصر وما مصر ما فيها قد هؤلاء الشباب. سيدتي هذا الشباب يعني اللي بيعملوا الان طبيعي، هذا الشباب محروم ان يوصل صوته من 15 20 سنة منذ هذا العهد الذي كفر فيه الظلم الشديد وغاب العدل وانتهى العدل فيه. هذا الشباب يعاني، هذا الشباب كل من يريد ان يتواصل معه يعاني مثله. انا عانيت وطردت من بلدي 3 سنين من 2002 ل 2005 وكانت جريمتي ان انا بتواصل مع الشباب من اجل الايمان والتنميه. هذا الشباب يعني لغايه امتى كان يتوقع انه يظل صامت ولا يتكلم؟ بيقول بابن اخوه عايز يشتغل، عايز يحترم نفسه، محروم حتى ان هو يشعر ان هو محترم. اين الغالبيه العظمى من الشباب في مؤسسه الدوله؟ غير ممثلين ليه؟ غير محترمين ليه؟ ينظر لهم على ان هم هامش لا قيمه له ليه؟ اهو الان الكل عرف قيمتهم، يعني معدنهم وكلهم حركتهم الان كلمه واحده، الظلم وحش، الظلم سيء، حصل ظلم شديد 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 في العهد، كلهم عانوا وانا عانيت. وكل ما نعمل مشروع من اجل يعبر عن نفسه، عملنا صناع الحياه قفلهولنا، عملنا مشروع انسان قفلهولنا، عملنا قلنا ايه احلام الشباب، بعتوا لنا 700,000 حلم اتقفلوا. حرام حرام، انا بتكلمك بصوره لان انا في وسطيهم وشاعر بيهم. وخليني اقول لك شيء، كل ما نسمعه الان عن تعديلات هي تعديلات بسيطه، هي تعديلات غير جوهريه. الدستور لازم يتعدل، مفيش في الاسلام، مفيش في الدوله المدنيه كلمه السلطه الالهيه، التصويت الالهي ده كلام غير موجود غير مقبول لا في اسلام ولا في اي قانون مدني. الدستور المصري الان هو يشبه للاسف هذا المعنى. شكرا جزيلا لك الدكتور عمر. جملة قلت لك انا برايي الولايات المتحده الان على اتصال لتحضير عناصر بديله من داخل النظام، ولذلك سيحاول. على العموم قيل الامس انها ليست على اتصال بمبارك نفسه. لا هي لم اقل بمبارك. نعم. قلت ولكن يعني مصر على انها لا تنسق مع مبارك. لا لا شوفي، 4 ايام كان رئيس الاركان في مصر وقطع على رحلته. 4 ايام وقطع رحلته وعاد، شو ما حكوش معها على الاوضاع. هنالك عناصر من داخل النظام على اتصال مع المؤسسات. هذه دول وهي ومصر دولة ومؤسسات. تعيين عمر سليمان نائب، هذا أمر باعتقادي فيه امتصاص للغضب، انه لا يوجد. هو ماذا يقول الان؟ لا يوجد توريث. هو الان يقول لا يوجد توريث، يعني بدل ان يقول لن يكون هناك توريث عين عمر سليمان نائبا. ولكن الامر الاخر هذه رسالة للغرب انه قد يذهب وانه في نائب. والنائب من اين؟ من نفس المعسكر اللي بحافظ على السلام مع اسرائيل واللي بحافظ على الاستقرار بالمنطقة واللي بنظر. على عمر سليمان اسم تردد كثيرا في الفترة الماضية دائما، ما انت عارف اجهزة الامن مؤخرا قاموا بوظائف سياسية وامنية، وكان لديهم مهام في الموضوع الفلسطيني وموضوع العلاقة مع اسرائيل وكذا واضحة تماما. ولكن نحن نتحدث هنا عن بديل من داخل النظام. اذا القوى السياسية حتى هناك مصادر تحدثت عن ان عمر سليمان سيكون الرجل الذي يعني حتى يكون فاصل بين الرئيس مبارك وابنه، سيكون في فترة، وكان هذا بتنسيق أمريكي، ويعني يبدو أن المشروع تسرع بعض الشوية. اعتقادي ليلى أنه موضوع التوريث انتهى، يعني لما النظام لم طبعا يحدث. الان نحن نتحدث عن مرحله تماما مختلفه. هذا يعني اعتقادي موضوع التوريث انتهت بمجرد ان قال الرئيس مبارك كلمته امس. هل كتب بنفسه شهاده وفاته؟ لا، انا بعتقد انتهت بمجرد ان خرجت الجماهير في وقت متزامن في هذا العدد من المدن بهذه الاستمراريه رغم الضحايا ورغم الشهداء بهذا الكم. انا اعتقد انه هذا كانت اعلان بنهايه مسألة التوريث. الآن لم يعد سؤال التوريث محصورا، صار مستقبل النظام. النظام يحاول بالتعاون مع دول غربية أن يكون البديل للرئيس من داخل النظام نفسه، استباقا لأن يفرض البديل بالديمقراطية والانتخابات من قبل الشارع. ولذلك أعيد وأكرر، في هذه المرحلة الشارع يحتاج إلى قوى سياسية وبرنامج يطرح أن الموضوع مش الشخص ولا الموضوع الجيش ولا الموضوع طبعا ربما حزب صغير إذا بقي، لأن الحزب هو حزب دولة، موظفين، مصالح، رجال أعمال، هذا هو الحزب. عندما انهار هذا كله وراء نقمة الشعب إلى أين وجهت حقيقة؟ للحزب. هذا انتهى. ماذا بقي؟ بقي الأمن.
الآن هو يراهن على أمر واحد فقط هو الأمن، وهذا ضروري أن نعيه، لأنه النظام بالآخر مجموعة قوى ومركبات مترابطة. عندك ما يحيط بالأسرة الحاكمة والسياسيين القدامى حوله، صفوة الشريف وزكريا عزم، كل ما يحيط بالأسرة الحاكمة، ثم لديك الحزب، ثم لديك الأمن. طبعا رجال الأعمال، هذه مسألة، رجال الأعمال يريدون أعمالهم، سينحازون للنظام القادم إذا لم يكونوا فاسدين ولم يرتكبوا جرائم. رجال الأعمال سينحازون إلى النظام الذي يؤمن أعمالهم، لا يستطيع أن يركن إلى إخلاصهم له. يعني مثل ملك عشان ملك، لا يستطيع بالضبط، لا يستطيع أن يرتكز إلى رجال الأعمال. البرجوازية تريد أن تربح وتريد بزنس. الأمن، الأمن السؤال هو بماذا يختلف، وهل يريد الشعب المصري أن يحكم الآن من قبل الأمن والعسكر؟ لا أعتقد ذلك. هو يجمع على الجيش ليس لأنه يريد أن يحكم الجيش، لأنه لا يريد أن يحكم، يعني هنالك إجماع على الجيش، وبالتالي هو خارج الخصومات السياسية. من يريد أن يكون خارج الخصومات السياسية لا يحكم ولا تكون له معارضة، هو يؤمن البلاد، يؤمن الجماعة الوطنية، يؤمن الشعب، يؤمن الأمن القومي، وانتهى بذلك، عليه إجماع. لكن الموضوع السياسي الآن يجب أن يطرح طبيعة النظام الذي يطالب به هذه الجماهير. إن لم يكن لها عنوان يجب أن يخلق العنوان، ويجب أن تخلق البرامج السياسية وأن تطرح. أما بالتأكيد ملايين الشعب المصري الآن خرجت ولن ترضى بالفتات. أشكرك جزيل الشكر أنفك العربي عزمي بشارة، كنت معنا في هذه التغطية. شكرا.